بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. نشرع في هذه الحصص في الإجابة على بعض مواضيع البكالوريا من أجل استعداد أبنائنا لموضوع البكالوريا 2021. ونبدأ بموضوع بكالوريا 2019، التمرين الثالث الذي يتناول مفهوم المسعى العلمي حول تركيب البروتين. طيب، إذا نعرض الموضوع اللي هو تركيب البروتين 2019، اللي هو التمرين رقم 3، ونبدأ نقرأ الموضوع بشكل تدريجي حتى يفهم الطلبة ما هو المراد أو ما هو المغزى من هذا المواضيع وكيف يتم الإجابة عليه. للإجابة على الموضوع نقرأ المقدمة. هذا المقدمة تاع التمرين ندعوها بسياق التمرين، وسياق التمرين نستخرج منه ثلاثة عناصر رئيسية. العنصر الأول الذي نستخرجه يتمثل في إطار الدراسة. إطار الدراسة المقصود به الموضوع الذي يتكلم عليه أو موضوع أو الوحدة التي يتكلم عليها هذا التمرين، إطار الدراسة. ثم نستخرج المشكلة العلمية المراد حلها، ثم نستخرج المهمة التي يجب أن يقوم بها الطالب أو المهم. إذا لنقرأ الموضوع مع بعض. تستهدف المضادات الحيوية عملية تركيب البروتين. إذا نحن أمام موضوع اللي هو تركيب البروتين. طيب، عند البكتيريا فتوقف نشاطها وتمنع تكاثرها، ولذلك تستعمل كأدوية للقضاء على البكتيريا لتحديد مستويات. إذا نحن أمام مشكلة، كيف تؤثر هذه المضادات الحيوية على تركيب البروتين؟ أما المهمة التي يجب أن يقوم بها الطالب فهي معرفة هذه المستويات. طيب، قبل أن نخوض في هذا الموضوع، كل طالب في هذه الأيام يجب أن وضع ملخصات لكل وحدة، ونختار تركيب البروتين. إذا تركيب البروتين، إذا الوحدة رقم واحد هي ندعوها بتركيب البروتين. طيب، ما هي المعارف أو المعلومات التي يجب أن يحتفظ بها الطالب كسلاح لاستعمالها في حل موضوع بكالوريا؟ إذا العنصر الأول الذي يجب أن يتمكن منه الطالب هو بنية الأعراب، أو الأعراب بشكل عام، نتكلم على الأعراب من ناحية وحدته البنائية، وحدة البناء اللي هي النيكليوتيدات. لا بد أن يدرك مفهوم النيكليوتيدات، ثم آلية ارتباط النيكليوتيدات، ومن بعد نتكلم على أنواع الآر إن. والأنواع هي ثلاث أنواع: آر إن تي والآر إن إم ثم الآر إن إم. إذا لا بد من معرفة هذه العناصر حتى نستطيع أن نجيب. ثم بعد ذلك لا بد من معرفة بنية الريبوزوم كمقر للترجمة. الريبوزوم كمقر للترجمة. إذا من ناحية البنية كبنية كشكل، ومن ناحية المكونات كمكونات، لا بد أن نضع مخططات تستهدف المعارف التي يحتاجها الطالب لحل موضوع حول تركيب البروتين. ثم بعد ذلك سوف نتكلم عن عنصر آخر يسميناه تنشيط الأحماض الأمينية كمفهوم من المفاهيم التي يجب أن يتعرف عليها الطالب. ثم بعد ذلك كعنصر آخر اللي هي مراحل تركيب البروتين. مراحل تركيب البروتين، ويشمل هذا المراحل نسخ وترجمة. إذا في النسخ والترجمة لا بد أن ندرك الأول المفهوم، ما هو مفهوم النسخ وما هو مفهوم الترجمة.
النسخ هو العملية التي تسمح بتركيب الآرين انطلاقا من المورثة. الترجمة هي العملية التي تسمح بتركيب بروتين انطلاقا من الآرين. ثم نتكلم عن المتطلبات أو الأشياء التي تحتاجها الترجمة والنسخ. المتطلبات بالنسبة للنسخ هي الآرين بوليميراز وهي النكليوتيدات الحرة وتكون بشكل طاق. طيب والآن نأتي إلى المتطلبات بالنسبة للترجمة، هي كثيرة. لدينا الريبوزوم كما قلت، ولدينا الآرين حامل المعلومة الوراثية، ولدينا الأحماض الأمينية وحدة بنائية، ولدينا الآرين حامل الأحماض الأمينية، ولدينا الأمينو أسيد سينتاز المركب للحمض الأمين للآرين، ولدينا الطاقة. إذن هناك متطلبات. ثم نعرف شيئا آخر، المراحل النسخ والترجمة نعرفها بشكلين، نصا ورسما. إذا هذا المخطط ينبغي أن يضعه الطالب لكل وحدة يريد أن يراجعها، فيحدد المعارف الأساسية. إذا من خلال هذه المعارف التي أو هذا المخطط البسيط الذي يمكن تفصيله أكثر من طرف الطالب، لأن هذا المخطط لا بد أن ينجزه الطالب بنفسه. الطالب هو الذي يقوم بإنجاز مخططاته بعد المراجعة، يستعين بنماذج ولكن هو الذي يقوم بالفعل. طيب الآن لنعود إلى الموضوع اللي هو موضوع الدراسة، اللي هو موضوع البكالوريا 2019. إذا هذا الموضوع اللي سميناه الموضوع اللي يتكلم على المسألة العلمية اللي فيه ثلاثة أجزاء رئيسية. المسألة العلمية يحتوي على ثلاثة أجزاء رئيسية. المسألة العلمية يعني من السعي، السعي اللي من أجل تحقيق هدف اللي هو الإجابة على الإشكالية المطروحة في هذا المقدمة. والسعي يكون باستدلال، باستعمال الاستدلال العلمي من أجل إثبات شيء أو نفي شيء أو التحقق من ظاهرة أو إلى آخره. لنبدأ في هذا الموضوع بشكل تدريجي. الجزء الأول، هذا الجزء الأول عادة يكون فيه سؤالين أو سؤال واحد. طيب إذا توضع كمية ابتدائية من البكتيريا سين في أوساط بها تراكيز مختلفة من المضاد، إذا لدينا البكتيريا والأوساط مختلفة من المضاد الحيوي رفع ميسين، إذا تحضن ضمن شروط مناسبة ثم تقاس نسبة تركيب البروتين. إذا ترى أني أضع الخطوط على بعض الكلمات التي أحتاجها. نتائج القياس موضحة في الشكل التالي. إذا لو نعيد نصيغ النص هذا في المسودة، إذا نستخرج المسودة ونعيد صياغته كالتالي. إذا لدينا وسط أول، وسط ثاني، وسط ثالث، وسط رابع. إذا لدينا أوساط. هذا الأوساط ماذا تحتوي على بكتيريا؟ هذه البكتيريا بنفس التراكيز ولكن يضاف إليها المضاد الحيوي ريفا، هذا ريفا ليسين. ثم بتراكيز كيف تكون متزايد؟ ماذا نحسب؟ ما هي الأشياء التي نقيسها في الوسط؟ نقيس عملية تركيب البروتين، عملية تركيب البروتين، كم نسبة تركيب البروتين؟ فوجدنا، إذا راني فهمت الآن الوضعية، فهمنا وضعية النص هذا اللي موجود، نذهب الآن إلى مناقشة التعليمات أو الأسئلة التي يجب أن نجيب عليها بشكل مبسط. طيب إذا هذا الشكل ألف من الوثيقة واحد، هذا الشكل باء من الوثيقة واحد، هذه تسمى نسبة تركيب البروتين، وهذا الزمن وحدة، وهذا التراكيز، هذه التراكيز. نبدأ الآن في الإجابة على السؤال. وهذا الرسم ماذا يمثل؟ يمثل عمل الريبوزوم، تنشيط الأحماض الأمينية، عملية النسخ. طيب لنرى السؤال الذي طرح الآن. السؤال هو حلل النتائج الممثلة في الوثيقة. إذا نشوف هذه المعلومات التي وضعتها ولو بشكل سريع ومختصر، هل تفيدنا هذه المعلومات في حل هذا التمرين أم لا؟ إذا نبدأ بالنسبة للتحليل. إذا التحليل كأساس هو من اللي هو تعليمة تعني أن التحليل يبدأ بتعريف السند أو تعريف الوثيقة.
إذا الوثيقة تمثل تغيرات نسبة تركيب البروتين بدلالة الزمن. لابد من تعريف تغيرات تركيز أو نسبة تركيب البروتين بدلالة الزمن. ثم بعد ذلك نأتي إلى التفصيل في التركيز 8 ميكروغرام تناقص تركيب بروتين من 100% إلى أن العديد. في 4 ميكروغرام تناقص يصل إلى أكثر من 50. في 2 يكون تناقص تقريبا معدوما بل هناك زيادة طفيفة. في 1 ميكروغرام يكون هناك زيادة. إذا هناك تفصيل بعد أن نعرف الوثيقة ونكتب الملاحظة نأتي إلى النتيجة طلبت منا أو لم تطلب. لا بد من ذكر نتيجة في مقارنة أو في تحليل. إذا النتيجة التي نستخلصها من هذه التجربة، هذا المضاد الحيوي إذا كان تركيزه عاليا يثبط تركيب البروتين، أما إذا كان تركيزه منخفضا فلا يثبط تركيز البروتين بل يزيد من نسبة تركيز البروتين أو تركيب البروتين. إذا عرفنا المضاد الحيوي في مهمة المسعى العلمي، هذه تعتبر كملاحظة، هذه الملاحظة تعتبر كملاحظة، لأن العلم يبدأ كما يقول كلود برنارد في المنهج التجريبي، تبدأ العمليات بالملاحظة، والملاحظة تستدعي طرح تساؤل أو إشكال، والإشكال يتطلب حلا عن طريق فرضيات، والفرضيات قد تثبت قد تنفى من خلال عمليات أو استدلال علمي له شروطه وأدواته. إذا هذه تعتبر ملاحظة. المضاد الحيوي يقلل من نسبة تركيب البروتين إذا كان شرطا تركيزه عاليا، أما إذا كان تركيزه ضعيفا فلا يقلل من نسبة تركيب البروتين بالعكس يزيد منه. الآن المشكلة كيف تقلل هذه المضادات الحيوية تركيب البروتين؟ قد طرحت في البداية. الآن نريد أن نجيب على السؤال الموالي، اقترح باستغلال المعطيات الشكلية. إذا من الوثيقة ثلاث فرضيات تحدد من خلالها مستوى تأثير المضاد الحيوي ريفا أو ريفاميسين على تركيب البروتين. إذا هذه الوثيقة التي أعطيت لم يطلب مني لا وصفها ولا كتابة بيانات، ومطلوبة فقط لإنعاش الذاكرة نتاع الطالب. إذا هذا الشكل باء عندما نستغله من الأفضل أن نقول، ولكن ليس بالضرورة أن تكتب. الاستغلال هذا الشكل يمثل ماذا؟ يمثل تركيب البروتين، تركيب البروتين الذي يشمل عدة مراحل. مرحلة يتم فيها النسخ، هذه هي النسخ. مرحلة يكون فيها عمل للريبوزوم، ومرحلة أخرى يكون فيها تنشيط. فأي المراحل عطلت توقف تركيب البروتين، وبالتالي يقول لك الشكل إن الفرضيات هي ثلاثة، 1، 2، 3. أي أن الفرضية الأولى هي أن ربما أن الريفاميسين يمنع عمل الريبوزوم، فإذا توقف عمل الريبوزوم حتى وإن كان هناك نسخ أو تنشيط لا يتم التركيب. وربما تمنع عملية النسخ، فإذا توقف النسخ حتى وإن كان الريبوزوم يعمل فلا توجد عملية ترجمة. فإذا كان ربما توقف تنشيط الأحماض الأمينية فلا يتم حتى وإن وجد الآيرين ووجد الريبوزوم فلا تتم عملية ترجمة. إذا الفرضيات التي توجد تستعمل من خلال ما هو كائن، هذا الذي كان، هذه المعلومات التي عندك أنت، وهذا هو الطارئ أو الحادث الذي حدث، أن المضاد الحيوي قلل من تركيب بروتين. ونعلم أن تركيب بروتين يتم وفق 3 عناصر أشير إليها في هذا السند اللي هو الشكل. فإذا تعطل أحدهما يعني أن هناك لا يوجد تركيب بروتين، وكأن الفرضية تقول إني هنا فاكتب لي فقط. إذا هذه الفرضية، إذا تكون لدينا 3 فرضيات رئيسية. الفرضية الأولى ربما الريفاميسين يمنع تركيب بروتين، أي عملية النسخ، ربما يمنع عملية تنشيط أحماض أمينية، أو يمنع عمل الريبوزوم. هل هذه الفرضيات
منطقية أو غير منطقية. الفرضية لا بد أن تكون وجيهة، الفرضيات التي تطرح كلها يجب أن تكون وجيهة بغض النظر عن صحتها وعن خطأها. فإذا كنت أعلم أن الفرضية صحيحة وأكتب فرضية أخرى مهما كانت فقط صحيحة أو خاطئة، فإني ضيعت نقطة لفرضية أولى ونقطة لفرضية ثانية ونقطة لفرضية ثالثة. إذا تكلمت عن فرضية، إذا لا بد أن تكون الفرضية كلها المطروحة منطقية، لأن الذي يطرح الأسئلة خاصة في البكالوريا الجديدة ليس بالضرورة أن تعطيه كما يريده هو، ولكن أن تكون إجابتك منطقية ووجيهة. إذا الآن سوف أعرض لكم الإجابة التي يجب أن تكون. إذا أراد الطالب أن يتمعن في الإجابة فعليه أن يوقف الشريط ثم يجيب على هذه الأسئلة أو يتمعن فيها ويقارن إجابته بإجابة التي طرحت في امتحان البكالوريا. إذا هذه الإجابة هي موجودة بالتفصيل. الآن ننتقل إلى الجزء الثاني، الجزء الثاني والذي من أجله نستعمل ما يسمى بالاستدلال العلمي، الاستدلال العلمي من أجل إثبات فرضية أو نفي فرضية أخرى. يلخص الجزء الثاني، يلخص جدول الشكل أليف شروط تجريبية ونتائج لأوساط ثلاثة، أما الشكل باء فيمثل نتائج قياس السرعة الابتدائية لنشاط إنزيم آرين بوليميراز بدلالة تركيز الوضعات الحيوية. إذن لدينا بعض المعطيات، هذا الجزء الثاني، لدينا بعض المعطيات اللي موجودة. إذن يلخص جدول، أين هو الجدول؟ هذا الجدول. إذن هناك جدول نتائج تجريبية أنجزت على من؟ على هذا الجدول من الوثيقة 2 شروط ونتائج تجريبية لثلاث أوساط مختلفة. أما الشكل باء فيمثل نتائج السرعة الابتدائية لنشاط إنزيم آرين بوليميراز بدلالة تركيز الوسط من المضاد الحيوي في شروط تجريبية. إذا لنبدأ الآن بالنسبة لي هذه الشروط التجريبية، أين هي الأسئلة؟ إذا الأسئلة التي تطرح هو مقارنة ثم مناقشة ثم نأتي إلى الجزء الثالث ثم نأتي إلى الجزء الأخير. نبدأ بالمقارنة بين أوساط التجريب. طيب إذا عندما نبدأ في المقارنة، إذا هذا لا بد من إعطاء هذا الوصف. إذا تمثل الوثيقة هذه أو الشكل هذا نتائج تجريبية منجزة على ثلاثة أوساط مختلفة العناصر، حيث نلاحظ نبدأ قبل ما نبدأ نجيب عندنا الـ ADN يعتبر مقر المعلومة الوراثية، النكليوتيدات الريبية الوحدة البنائية للريبوزوم، الـ RNA وحدة أو الإنزيم الذي يسمح بتركيب الـ RNA. إذا هذا العناصر الثلاثة التي ذكرناها سابقا وقلنا لازم نكون عارف المتطلبات هي متطلبات النسخ، وهذا العناصر اللي هي الأحماض الأمينية وحدة بنائية مشعة والأتيبي والآلنتي والإنزيم التنسيق والريبوزومات، هذه تعبر على من؟ تعبر على عناصر الترجمة. إذا لدينا في وجود عناصر النسخ ووجود عناصر الترجمة يلاحظ أن نسبة الأحماض الأمينية المدمجة، إذا لابد أن نعرف هذه الكلمة أولا ما معنى مدمجة. المدمجة حمض أميني حر، حمض أميني، إذا هذا أحماض أمينية حرة وهذا أحماض أمينية مدمجة، أي أنها مرتبطة مع بعضها البعض لتشكل. إذا هذا الحمض الأميني عندما يدمج يركب البروتين، عندما يدمج يدخل في تركيب البروتين. إذا شدة الإشعاع في البروتين المتشكل أو الأحماض الأمينية المدمجة. طيب الآن لنبدأ الآن بالمقارنة، بعد ما عرفت هذه العناصر، بعد ما عرفت هذه الكلمات، بعد ما عرفت وش معنى مدمج وش معنى هذه الكلمات، نبدأ في المقارنة. إذا نقول عند مقارنة الوسط واحد مع الوسط اثنين في وجود من؟ عوامل النسخ والعناصر الضرورية لتركيب بروتين، يلاحظ أن تركيب البروتين يكون كبيرا جدا أو نسبة الإشعاع الأحماض الأمينية المدمجة كثيرة، يدل على تركيب البروتين. لكن
في وجود عناصر وسط واحد والمضاد الحيوي، يلاحظ ان المضاد الحيوي ريفابيسين يلاحظ ان نسبه الادباس قليله. اذا عند مقارنه الوسط واحد والوسط اثنين نستخلص ان المضاد الحيوي يمنع عمليه تركيب البروتين كما ذكرنا سابقا. اذا هو قد يمنع احد العناصر هذه، يمنع عمليه النسخ او الترجمه. الان عند مقارنه من الوسط الثاني مع الوسط الثالث ورغم وجود المضاد الحيوي لم يتم تركيب البروتين، الا انه في وجود عناصر الترجمه، عناصر الترجمه ووجود الايرن، الا ان الريفامايسين لم يكن له تاثيرا على عمليه تركيب البروتين. اذا يدل ذلك على ان الريفامايسين لا يمنع عمليه الترجمه وانما يمنع عمليه النسخ. اذا بعدما قمنا بالمقارنه لا بد من وضع نتيجه. ناتي الان الى السؤال الموالي اللي هو يقول بعد المقارنه، المهم ان عند المقارنه نضع نتيجه مثل هذه التحليل، ناقش باستعمال معطيات الوثيقه صحه احدى الفرضيه. اذا المناقشه تكون بالدليل، وكان هناك فردين او مجموعه من الافراد، الكل يعطي ملاحظاته ودليله من اجل اثبات شيء معين. اذا لنتخيل اننا امام مجموعه من الافراد لنثبت لهم ان الفرضيه الفلانيه خاطئه والفرضيه الاولى صحيحه او العكس. اذا من خلال الشكل الف لاحظنا انه رغم وجود المضاد الحيوي الا انه تم تركيب البروتين يدل على ان المضاد الحيوي لا يمنع عمليه الترجمه وانما يمنع عمليه النسخ. اذا هذا من خلال الشكل الف. طيب كيف منع عملية النسخ؟ فتعالوا نذهب إلى الشكل ب والذي يمثل السرعة، وكأننا نستعمل الآن عملية التحليل، والذي يمثل السرعة الابتدائية لنشاط إنزيم ARN بوليميراز. ما هو دور ARN بوليميراز؟ هو أحد متطلبات عملية النسخ. إذا لا بد من التكلم على ARN بوليميراز. يزداد أو يقل نشاط هذا الإنزيم بزيادة المضاد الحيوي، مما يجعلنا نستخلص أن المضاد الحيوي يمنع نشاط إنزيم ARN بوليميراز. وبالربط بين العمليتين النتيجة التي نصل إليها هي كالتالي: أن المضاد الحيوي يمنع تركيب البروتين بمنع نشاط إنزيم ARN بوليميراز. ARN بوليميراز. إذا هل أجبت على الإشكالية أو المشكلة التي طرحت في البداية؟ نعم أجبنا، أن المضاد الحيوي يمنع تركيب البروتين عند البكتيريا لأنه يمنع نشاط إنزيم ARN بوليميراز. طيب الآن إذا كان الإنسان أصيب بمرض وأعطاه الطبيب مضاد حيوي ريفامايسين، فإن الريفامايسين عندما يدخل الجسم يمنع نشاط الARN بوليميراز بالنسبة للخلايا ككل للإنسان والبكتيريا، وعندما يمنع نشاط البكتيريا فإن البكتيريا لا تتكاثر ولا تنقسم فتصبح عرضة للجهاز المناعي الذي يقضي عليها. إذا الآن قد أثبتنا صحة فرضية، دائما نأتي إلى الإجابة النموذجية المفصلة ونحاول أن نعرضها معكم. ودائما كما قلت إذا ناقش المناقشة التي تكلمنا عنها صحة إحدى سابقا محددا بدقة. إذا المناقشة أثبتنا ونفينا صحة فرضية، لا بد أن نتكلم أن الفرضية الفلانية خاطئة أو الفرضية والفرضية الأولى أو الثانية صح. ثم محددا، إذا هناك سؤال، إذا باستغلال الأمر هو الناقش باستغلال من أجل إثبات كما لا بد لك أن تحدد مستوى تأثير المضاد الحيوي. إذا المضاد الحيوي يمنع نشاط إنزيم ARN بوليميراز. إذا هذه الإجابة نعرضها
لمن أراد كما قلت يوقف الشريط ويتعرف على الإجابة. ثم نأتي إلى المناقشة. إذا لنقرأ هذه الإجابة. إذا من خلال النتائج الممثلة في الشكل ألف، إذا لاحظنا من خلال الشكل ألف أن لا يؤثر على تنشيط الأحماض الأمينية ولا على عمل، لأن في الوسط ثلاثة، لأن وفي الوسط وبالرغم من وجود ريفامايسين إلا أن دمج الأحماض الأمينية تم، في حين يتبين مقارنة نتائج الوسط اثنين وثلاثة تأثير على عملية النسخ. طيب إذا ويظهر ذلك جليا من الوثيقة اثنين، بحيث كلما زاد تركيز كلما قلت السرعة نشاط إنزيم آرام بوليمر، مما يدل على أن الريفامايسين يثبط عمل إنزيم. الآن جاوبت على هذا السؤال. نأتي الآن المشكلة قد أجبنا عليها. الآن لنحاول أن نركب أو نركب المعلومات التي مرت بنا في مخطط أو في رسم تخطيطي وظيفي أو في نص، فهكذا تطرح الأسئلة. إذن الآن السؤال الأخير اللي هو السؤال الأخير، ناقش صحة الفرضية ثم بعد ذلك نتكلم على السؤال الأخير اللي هو كالتالي. إذن بيّن في نص علمي، بيّن في نص علمي مستوى تأثير أو آلية تركيب بروتين ومستوى تأثير هذه المضادات الحيوية. إذن النص العلمي تعتبر البروتينات جزيئات حيوية مهمة بحيث تتوقف حياة الكائن الحي عليها على تركيبها. فما هي مراحل تركيب البروتين وما هي؟ إذن نرجع للجزء الثالث. إذن الجزء الثالث يطلب لخص في نص علمي من خلال ما سبق ومعلوماتك، من خلال ما سبق ومعلوماتك مراحل تركيب البروتين مبرزا مستوياته. إذا فالنص العلمي، إذا النص العلمي أيضا له قواعده. إذا لو دمير تقديم مقدمة، نضع مقدمة وتنتهي بمشكلة أو إشكالية. إذا المشكلة هي مشكلة، هي أن مراحل التركيب، نحن نريد أن نعرف مراحل تركيب البروتين ومستويات تأثير المضاد. إذا نبدأ بشكل بسيط ومبسط. إذا يمر تركيب البروتين، ممكن نكتبها بهذا الشكل، يمر تركيب البروتين بمراحل. بمراحل، من أين أتيت بهذه الكلمات؟ من هذا الجزء، من السؤال في حد ذاته. طيب ما هي هذه المراحل؟ ما هي هذه المراحل؟ وما مستويات تأثير المضادات؟ إذن المضادات الحيوية والمضاد الحيوي خاصة اللي راح موجود أمامك. إذا هو طلبنا المستويات لمختلف المضادات الحيوية، رغم أننا درسنا مضاد حيوي واحد. إذا الآن هذه مقدمة المقدمة والإشكال. الآن نأتي للعرض. العرض هو مجموعة من الأفكار التي تكون متسلسلة، وكأنك أمام مجموعة من الناس وتريد أن تفهمهم أو أن تقدم لهم أو أن تجيب لهم على هذا السؤال، فكيف تقدمه؟ أول شيء لا بد أن نقسم العرض هذا إلى أفكار رئيسية. الفكرة الأولى أن تركيب البروتين يتم بعملية تدعى بعملية النسخ. النسخ لا بد أن نتناولها من ناحية المفهوم ومن ناحية المتطلبات ومن ناحية نتيجة. ثم العملية الثانية هي تركيب الترجمة، نتكلم عليها من ناحية المفهوم كتعريف ومن ناحية متطلباتها ومن ناحية ناتجها، لا نتكلم عليها بالتفصيل، ما نتكلموش عليها بالتفصيل، لهذا السؤال ليس فقط على الترجمة. وهذا السؤال إذا طرح ممكن تعطى عليه نقطتين، إذا وضعت فيه صفحتين من أجل نقطتين فقد أضفت شيئا كثيرا. إذا لابد أن تهيكل الإجابة. ثم بعد ذلك ممكن ندير فقرة أخرى اللي هي تتكلم على مستويات محتملة، وقد ندمج المستويات في النسخ أو ندمج المستويات في الترجمة. ثم بعد ذلك الخاتمة. الخاتمة هي إجابة ملخصة عن السؤال. إذا يمر تركيب البروتين بمرحلتين رئيسيتين هما النسخ والترجمة، ويمكن أن تتأثر
إحدى هذه المراحل بالمضادات الحيوية. بذلك نكون قد أجبنا على هذا الموضوع. ولكن قبل أن نفترق لابد من عرض النص وعرض شيء آخر أيضا. ما النص العلمي الذي يجب أن يطرح هو كالتالي. إذا النص العلمي فيه تعتبر البروتينات جزيئات حيوية مهمة بحيث تتوقف حياة الكائن حيث قدرته على تركيبها. فما هي مراحل تركيب بروتين؟ يمكن أن نختصر الكلام هذا أن الكائن الحي يستطيع أن يركب البروتين. فما هي مراحل تركيب بروتين؟ وما هي مستويات تأثيره؟ إذا تمر عملية البروتين الفقرة الأولى، إذا العرض نهيكله ويكون منسجما. إذا ما نبدأش بالترجمة بعد روح للنسخ، نبدأ بالنسخ ثم نأتي إلى الترجمة. إذا يتم خلالها التصنيع الحيوي، هذا ندعوه المفعول. طيب تتطلب، هذا ندعوه المتطلبات. طيب عندما تتأثر أحد عامل النسخ فإن ذلك يؤدي إلى إيقاف عملية النسخ، ثم بعد ذلك عملية الترجمة، ثم نتكلم عن عملية الترجمة. طيب الآن لو نعود إلى الموضوع بشكل من البداية إلى النهاية ونحاول أن نبحث على الأسئلة التي طرحت. إذا الأسئلة التي طرحت في الجزء الأول سؤالين رئيسيين، أين هم؟ السؤال الأول حلل، السؤال الثاني اقترح. هذه الأسئلة نعتبرها أسئلة خاصة بمنهجية الطالب، ليست أسئلة علمية معرفية بحتة، وإنما هي موارد نعتبرها موارد منهجية. إذا هذه الملخص الذي وضعته الآن هو أن ندعوه بالموارد المعرفية، ولدينا أخر شيء آخر الموارد المنهجية، على القدرة على التحليل، القدرة على التفسير، على الاستنتاج، على الربط، على التركيب، على كل شيء. هذه المعارف أو هذه الموارد يجب أن يمتلكها الطالب ابتداء من السنة الأولى ثانوي، وهو يمتلك فيها مع أستاذه في القسم، في السنة الثانية أيضا، في السنة الثالثة أيضا، وهكذا. أما الموارد المعرفية فهذه خاصة بهذا المستوى الدراسي، فهذه تدعى بالموارد المنهجية. فهذا السلاح وهذا طريقة استعمال السلاح، فهذا السلاح وهذه طريقة استعمال السلاح. كم سؤال طرح؟ السؤال هو حل ليس سؤالا معرفيا. السؤال الثاني اقترح، يتندمج فيه الملاحظة بالجانب المعرفي. لابد أن يعرف الطالب ما هو هذا الشكل، ثم يستطيع أن يستخلص أن هناك ثلاث فرضيات. ثم نأتي إلى الجزء الثاني وهو أيضا مركب من الأسئلة التالية. إذا هناك سؤالين قارن، وهو ليس بجانب معرفي علمي، وإنما هو بجانب منهجي يتدرب عليه الطالب فيصبح عمل آليا أو إجابة آلية. ثم بعد ذلك ناقش، المناقشة تستدعي أن الطالب يأخذ العديد من الفقرات أو من الوثائق ليثبت بها أن تلك صحيحة والأخرى خاطئة. هذا موضوع بكالوريا 2019 تركيب البروتين. نتمنى أن تكونوا قد استفدتم، ونلتقي في موضوع آخر.